ذهب يعني سمبوسه، ذهب يعني جلاش، ذهب يعني كنافه. مصنع ذهب هياكلوا صوابعهم وراء. أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات. رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج. رقاق سمبوسك ذهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل ذهب، عجينة جلاش فاخرة، رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام ذهب، الأستاذة هاجر أشرف. مصانع ذهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية، للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان. بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. إدارة هشام ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، صباح الرضا والعزة والكرامة والنصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة احتفالية ذكرى أكتوبر المجيدة، كل سنة وكل إخواننا خارج مصر وبرا مصر وجوه مصر وفي كل مكان في الدنيا بخير وبصحة وسلامة. كلمة اقرأ هي أول كلمة نزلت بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نزلت على سيدنا محمد. اقرأ، اعرف، افهم، يعني شغل دماغك، يعني مش كل معلومة تتصدق ومش كل كلمة تتقال، وبين الكلمة والكلمة يتوه المعنى. شعوب كتيرة اتدمرت بالرصاص أو كان دمرها الرصاص، وشعوب كتيرة كان دمرها كلام الناس، وشعوب تاهت وضاعت واتدمرت بأكتر من كلام ورصاص، عبارات ومعلومات مغلوطة دمرت شعوب بأكملها، وشعوب كاملة خربها الكلام، وحروب جديدة اسمها الإعلام. اللي هنعرفه النهاردة مع حضراتكم عن الحرب العالمية. أيوة، هي الحرب العالمية، مش الحرب العالمية بتاعت زمان، الحرب العالمية اللي بتدور في العالم كله، بتستهدف دول عظيمة زي مصر. النهاردة هنتكلم عن حروب الجيل الرابع، الـ4G، حروب دخلت في بيوتنا وعقولنا، دخلت في الإعلام نفسه، عملت فجوة، فجوة كبيرة بين مواطن وبين دولة بأكملها، دولة عظيمة زي دولة مصر. هنعرف النهاردة حروب المعلومات والشائعات والمعلومات المخلوطة والتضليل من خلال ضيوفي اللي مشرفيني النهاردة. ولكن عايزة أنوه لحضراتكم على حاجة، إن في خلال حلقاتنا اللي فاتت رصدنا أهم ما يميز المصري، المصري الأصيل. رصدنا مميزات كتيرة جدا للمصري، لكن ما رصدناش النهاردة أهم ميزة بتميز المصري، وهي الانتماء الوطني. أيوة، الانتماء الوطني، الوطنية في دم كل المصريين، بغض النظر عن الأكاذيب والإشاعات والتضليل، لكن في صوت مسموع في الآخر. معانا قوة ناعمة ومعانا قوة سيادية هتقدر تطمننا، هتقدر توجهنا. يعني خليني أرحب الأول بضيوفي الموجودين النهاردة معايا داخل الاستوديو. معي سيادة اللواء ناصر محمد سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا. ومعي أيضا أستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بمناقبة العالميين، بنقابة العالميين، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزميل لكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. برحب بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك. صباح النور على حضراتكم. وعايزه اقول حاجه، ارجو يعني حضراتكم اساتذتي، مش عايزه حضراتكم تتضايقوا مني في بدايه كلامي، انا بعتذر مسبقا. اولا هدفنا في الحلقه وفي كل حلقاتنا بشكل عام، لكن النهارده تحديدا لاننا بنخاطب فئتين، بنخاطب المشاهد البسيط اللي بيسمعنا، وبنخاطب فئه كبيره من الاعلام، وحضراتكم طبعا ده تخصصكم، عن الحرب الجيل الرابع
المعلومات المغلوطة وأيضا التضليل. ولكن يعني بعض أسئلتي ممكن تكون مستفزة لحضراتكم وسامحوني فيها، والله ده مش قصد، ولكن أنا عايزة أوصل مع حضراتكم بما أنكم أصحاب خبرة وأصحاب قيمة كبيرة إعلامية، أننا يعني نقدر نوصل للمشاهد ونطمنه. تمام، خليني أبدأ مع سيادة اللواء مبدئيا. وفي سؤال أنا شايفة أن هو من الأسئلة يعني تقيلة شوية، واللي محتاجة حضرتك توضحها لي أكتر. فين صوت الدولة حاليا في الإعلام؟ يعني رد عليه بتاع الإعلام مش أنا. أنا يعني تمجيدا لحضرتك وطبعا الأستاذ أيمن، أنا دايما حتى قبل الهوا بتكلم معاه وبقول له يعني أسأل حضرتك فقولي لا سيادة اللواء الأول، يعني تمجيدا لحضرتك ولتاريخك. أيوة طبعا يعني كلمة فين صوت الدولة، الدولة مش هي الحكومة. تمام، الدولة احنا قلنا عليها عبارة عن إيه؟ أرض وشعب وحكومة. أكيد. أنت قلت فين صوت الدولة، يبقى إذا الشعب اللي حضرتك واحدة منه أنت مسؤولة عن الإعلام فيه. تمام. مسؤولة عن أنك توجهي المعلومة الصحيحة. تمام. لأن أنت أول كلمة ويمكن بحييك عليها، أول ما قلتي أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ. تمام. وأول كلمة نزلت في الكتاب المقدس في البدء كانت كلمة، كلمة. تمام. يعني إيه كلمة ويعني إيه اقرأ؟ يعني معلومة. يعني إيه معلومة؟ هل حد بياخد، أي إنسان أو حتى أي مخلوق بياخد قرار إلا بناء على معلومة؟ لا، لازم معلومة. أكيد. طيب لو المعلومة دي صح هيبقى القرار صح، متفقين؟ تمام. لو المعلومة خطأ هيبقى القرار إيه؟ خطأ. يبقى إذا لو أنا عايز واحد ياخد قرار خطأ هديله معلومة خطأ، عايز ياخد قرار ينفعني أنا ويضره هو هديله المعلومة اللي إيه؟ اللي تخليه يمشي في المجال أو في التراك اللي أنا هرسمه له، وهي دي الخطورة. المشكلة إن إحنا نقول فين الدولة؟ الدولة هي أو نقول في قيادة، القيادة لها سيادة. دور، القيادة لها دور بلا شك، بس إحنا عايزين نقول إيه؟ إن دور القيادة هنا إنها يعني تحفز كل من لديه طاقة إنه يعملها، وخاصة في الإعلام. حضرتك واحدة من هذا الشعب وآلية من آليات نشر الإعلام الصحيح، توجيه الرأي العام، توصيل المعلومة الصحيحة، التوعية. فلما نجيب حضرتك تقعدي في المكان ده، ما هو ده دور الدولة. لما أسيبك أنت تاخدي دورك صح هو ده دور الدولة. وقبل ما تقعدي على المكان ده أكيد إعدادك بالكامل مر من خلال قيادة هذه الدولة. لما جيت وعلمناكي بعد إذن حضرتك وعرفناك الكلام ده وأنت طالعة تنشريه، ده أكبر نجاح لقيادة هذه الدولة، وليس الكلام المباشر. تمام، يعني اللي انا اتعلمته من اساتذتي بحاول اطبقه النهارده ومع حضرتك. وبالتالي هو ده اكبر نجاح، ان احنا ما بقاش الكلام مباشر. أكيد. انما عايز كل واحد، كل فئه تخاطب الفئه بتاعتها اللي تقدر تفهمها. حضرتك النهارده من مكانك النجاح اللي انت يعني بتواجهيه او بتحققيه النهارده ده نجاح للدوله كلها. شكرا. نجاح لقطاع من قطاعات من ابناء هذا الشعب. وبالتالي لما يقعد الناس ويسمعوك وانت بتتكلمي بالشكل ده انت بتغير المفاهيم الخطأ، بتساعد على ان المفهوم الصحيح يوصل. يبقى احنا نجحنا ولا ما نجحناش؟ نجحنا يا فندم. يبقى احنا موجودين ولا مش موجودين؟ بس بس هكلم حضرتك في النقطه تاني، هرجع لك مره تانية. بس استاذ ايمن حابه اسال حضرتك يعني تعقيبا على كلام سياده اللواء الدكتور نصر، الدوله حضرتك شايف ان الاعلام الوطني سحب يعني مسؤوليته، أو أصبح الإعلام الخاص هو المتحدث الرسمي حاليا والإعلام الوطني يعني خارج الصورة؟ عايزة تعقيب على النقطة دي. شكرا جزيلا أستاذة هدير، بحيي حضرتك على الاجتهاد وعلى الحقيقة الشغل الكويس اللي انت عامليه. أشكر حضرتك. تحياتي طبعا لأستاذ اللواء الدكتور ناصر سالم، لأنه بيمثل لمصر قيمة كبيرة. اللواء الدكتور ناصر سالم هو أستاذنا في أكاديمية ناصر كلية الدفاع الوطني، هو من نتعلم على يديه الوطنية والانتماء. والحقيقة قبل أن أتشرف وألتقي ست اللواء نصر سواء في وسائل الإعلام أو في كلية الدفاع الوطني، نحن نستمع دائما للواء نصر وهو يعرفنا قيمة مصر، ودي نقطة مهمة، القدوة في حياتنا. لا، الإعلام الوطني بخير. احنا مش عايزين نفرق ما بين الإعلام الخاص والإعلام الحكومي، هو بقى إعلام وطني. مصر يعني عايز أقول لحركة الدولة الوحيدة، احنا الأربع الاتجاهات الاستراتيجية اللي في مصر احنا بنحارب في كل الاتجاهات. الدولة الوحيدة اللي على مستوى العالم اللي معمول لها خط 24 ساعة أونلاين وعلى السوشيال ميديا وفي التلفزيون وفي الإذاعة بيضرب في الدولة المصرية هي مصر.
وبالتالي اقدر اقول لحضرتك احنا نجحنا بقدر كبير، وهتشوفي النجاحات ما حدث في وسائل الاعلام منذ ايام في ما سميت مظاهره نزله السمان. ده نوع من كشف الخداع والغش والتضليل. خلي بال حضرتك انت بتتكلمي على وسائل اعلام حديثه ذكيه. الاعلام المصري يواجه، لو فتحتي اولا لازم نطمئن ان مسيره بخير، ما زالت نشر التسعة بخير، ما زالت القناه الاولى بخير، ما زالت الاذاعه المصريه بخير. فانا عايز اقول لحضرتك احنا بنتمنى الكمال، ونتمنى خلينا نتكلم بدءا من 34 الاذاعه المصريه، 1960 التلفزيون المصري، ده دور التنوير والتثقيف. انت دورك دلوقتي تنوري الناس. مصر في ظل التحديات والتهديدات والمخاطر وفي ظل الازمات اللي البلد بتمر بيها، خلي بالك انت في 2013 كاد تكوني داخله على دوله فاشله زي ما استاذ الدكتور ناصر كان بيعلمنا دايما، بدلا من ان تصبحي العراق او الكويت، عفوا العراق او ليبيا او سوريا البلاد الثانيه، انت بقيتي دوله رقم 10 على مستوى الجيش القوات المسلحه تحديث، بتتكلمي على قتال، بتتكلمي على الدول الكبرى بتطلب منك مناورات، وفي الناحيه الثانيه انت بتعملي، شوفي على فكره اقل مشروعات الطرق، لكن عندك مشروعات في البنيه التحتيه، عندك مشروعات في الزراعه، في الاستثمار. دور الاعلام نجح بقدر كبير ان هو يوصل للمواطن المصري البسيط من اسكندريه لاسوان، الناس البسطاء، ان في مصر في حراك. فلو بتكلمين على دور وسائل الاعلام، دور وسائل الاعلام المصريه الان تقوم بدور مهم جدا دلوقتي. جزء من نجاح وسائل الاعلام ان تفضح المخططات، ان تفضح التزوير. احنا قلنا في الفتره اللي فاتت مش عايزين نفرق في الحرب، ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي. أكيد. بين قناه خاصه، احنا مدينه الانتاج الاعلامي هي تتبع الدوله المصريه، وكل احنا طبعا بنختلف مع بعض مقدمي البرامج، لكن الكل لديه انتماء، والكل لديه وطنيه، والكل من اجل مصر يقدم كل جيد وكل عمل طيب. وبالتالي عايز اقول لحضرتك ان وسائل الاعلام ناجحه حتى الان في تقديم، هي مش بقدر الانجازات. احنا عندنا رئيس طموح، وعندنا حكومه بتنجح كل لحظه، وعندنا قوات مسلحه انت شايفه النجاحات اللي بتحقق ان شاء الله. امبارح عبارات احنا بنستلم العباره من المانيا، انت بتعمل تحديث لولا كان السيد الرئيس حريص من اول يوم تولى الرئاسه في 2014 بتقويه الجيش المصري والحفاظ على الامن القومي المصري ما كانت مصر الان. وبالتالي دور الاعلام ان يظهر النجاحات، دور الاعلام ان يكشف. خلي بالك فلوس اتدفعت خلاص، احنا بنتكلم على تقسيم منطقه، بنتكلم ان الدوله المصريه كان الاتفاقات تمت ان هي تبقى دوله فاشله وتبقى دوله تابعه، لكن انت في 2013 كسرت المؤامره، حب يدخلوا لك عن طريق الفتنه الطائفيه فشلوا. وبالتالي هو ما نواجهه الان زي ما الست اللي هو بيتكلم، اللعب في العقول. المعركه معركه وعي، معركه ثقافه، تنوير، ازاي امام المسجد يشرح، ازاي القسيس في الكنيسه يشرح، دور النخب، دور الكتاب والصحفيين. اعتقد مش الدوله بس، انت عندك دوله وعندك وسائل اعلام وعندك شعب، يجب ان كل انسان يعلم ان هذا هو وطنه. طيب خليني اقول لحضراتكم، يعني انا مش حابه اوجه يعني السؤال لكل، انا عايزه يكون في نقاش بينا، لكن القوى الناعمه بمناسبه كلام حضرتك، دور الاعلام الوطني، الاعلان الحكومي، الاعلان اللي احنا اتولدنا بيه وعايشين بيه، بغض النظر بقى عن قنوات خاصه او كده، احنا بنتكلم على وليكن ماسبيرو صرح كبير واعلام، يعني ده طبعا حاجه ابن ماسبيرو. اللي عايز اقول لحضراتكم، يعني الناس كلها بتاخد المعلومات اسرع ما يمكن من وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك بقى، تويتر، يوتيوب. طيب ليه احنا قوى ناعمه؟ ليه الحكومه ما تدعمش القوى الناعمه؟ ليه الحكومه ما تعملش على كلام حضرتك وعي وتثقيف وعدم هدم للثقافه؟ لان خد بال حضرتك الثقافه دلوقتي في المجتمع المصري انا شايفاها في وجهه نظري بتنحدر في فئات كتيرة. دور الإعلام هنا إن احنا نوعي الناس من خلال زي ما حضرتك قلت تثقيف وتنوير ووعي وعدم لعب في عقول الناس زي ما حضرتك ذكرت. أنا عايز أشوف ده من حضرتك بشكل ملموس، الإعلام هنا أو في ماسبيرو إيه اللي احنا بنقدمه علشان نقول أو نطمن الناس إن احنا معاكم، مساندينكم، بنديكم وعي. فاهمني حضرتك؟ سيادة لو ممكن يناقشني في شوف حضرتك دي. احنا كلمة الاعلام الرسمي دايما احنا، وده احد نقول ايه وسائل الجيل الرابع من الحروب، انه يفقدك الثقة في الجهة الرسمية اللي بتدريك المعلومة. تمام؟ ان دايما مدام بيكلم واحد من رحم الحكومة
او يتبع الحكومه يبقى كلامه بيخدم الحكومه وكلام مش حقيقي. دي نقطه. طيب انا تعاملت معاها بمنتهى الذكاء وبمنتهى الحكمه. انا كل القنوات الخاصه دي ما هي قنوات مصريه بيمتلكها مصريين واولادنا، واخد بال حضرتك؟ طيب انت ما انتش عايز تسمع او بتسمع، القنوات كلها هي موجوده عندك سواء كانت في ماسبيرو او في مدينه الانتاج الاعلامي او في اي مكان اخر. لا، احنا بنحط دلوقتي لقدام الجميع المعلومات والتاهيل اللي يسمح له انه يعرف المعلومه الصحيحه اللي تساعده في انه ينشر الثقافه والفكر الصحيح اللي هنحارب بيه. ما هو دايما كده، ايه، البضاعه الجيده هي اللي بتطرد البضاعه السيئه. فانا لما هدخل، انا جيت النهارده زي مثلا على سبيل المثال في اكاديميه ناصر وفي معاهد كتير موجوده في مصر، اتحت قدر كبير جدا من التثقيف، ان انا اجي اللي عايز يتثقف من كل ابنائنا وبناتنا الاعلاميين فضلوا تعالوا خدوا بدون اجبار وبدون توجيه. احنا فتحنا اللي عايز يعرف تاريخ بلده يجي، اللي عايز يعرف يعني ايه اجيال الحروب يعرف، اللي عايز فتحت للكل، وبالتالي الكل بيجي بيتعلم. بتجد الكل بيتكلم، هو ده اعلام الدوله بقى، اعلام مصر مش اعلام حكومه. بمناسبه بقى حضرتك الثقه، ازاي يعني حضراتكم كقيادات وكوادر اعلاميه وسياديه في الدوله اننا نرجع للمواطن الثقه مره تانية، الثقه مره تانية في الاعلام الوطني، الاعلام الرسمي؟ تمام، حضرتك عارف ان في فقد مصداقيه. بصي، زي ما بنقول ايه بالظبط، الحقيقه او الصدق اقصر الطرق الى الاقناع. تمام. انا النهارده مع وبقول للناس كلها، لما يجي لك معلومه، في انا عندي في من اول مجلس رئيس الجمهوريه لها متحدث رسمي، مجلس الوزراء لها متحدث رسمي، كل وزاره لها متحدث رسمي، لما باجي ادير ازمه بيبقى في متحدث رسمي للازمه، هو ده المصدر الوحيد للمعلومه اللي هو بيتكلم عن هذا الحدث اللي قدامي او عن هذا الجهاز او هذه الحكومه او هذه المؤسسه بيتكلم. يبقى انا المفروض مني وعكل وعندي دلوقتي المواقع موجوده كلها على السوشيال ميديا زي ما حضرتك بتقولي، انزل على الموقع هات صوره، هات رئيس الجمهوريه، عايز موقع رئيس الجمهوريه، موقع رئيس الوزراء، وزاره الدفاع، المتحدث الرسمي لكل دول، خش عليه هتاخد المعلومه اللي انت عايزها. وجربنا وشفنا اللي بينساق ورا لسه الكلام اللي كان الاستاذ ايمن بيتكلم عليه. طبعا. اللي هو بتاع نزله السمان، هم ما صدقوا، عملنا لهم مصيده وراحوا كله منساق وراها وقاعد عمال بيتكلم في خبر مزيف. طيب الناس كلها، انا كشفت قدام الشعب كله وقدام كل المتلقين قد ايه زيف هذا الاعلام المضاد لمصر، فبقول له اهو تعالى بقى شوف عندي انا الحقيقه اهي بالراحه كده. هو لما هيفتح الكلام ده ويفتح اي قناه مصريه، مش عايز اقول بقى ايه ده، ايه ده ماسبيرو دول بتوع الدوله واللي في مدينه الانتاج الاعلامي مش بتوع الدوله، لا الدوله ما هي دولتك ودولتك، هي دوله يا فندم بالفعل. بس ممكن تيجي لحظه من اللحظات الاعلان الخاص او الراسمالي هو اللي يتحكم في سياسه الاعلام نفسه. انا بدي، انا شوفي انا عندي المعلومه، انا مش مسؤول عن رايك، انا مسؤول عن المعلومه اللي انت بتقوليها صح، ولك حريه انك تقولي رايك كاملا بدون اي تحفظات. أيوة. فالمهم ان انا كدوله اوفر المعلومه الحقيقيه امام الجميع، لما يجي حد يتناول هذه المعلومه ويلوي الحقائق اللي فيها بنروح مواجهينه بايه، بنفس الطريقه، بان بنجيب ضيف من الضيوف او في قناه نفس القناه نفسها ونطلع ونناقش الفكر بتاعه. انت قلت ايه، هي المعلومه واحده بس انت لك راي فيها وانا رايي فيها، طب مين اللي رايه صح ومين اللي رايه غلط؟ المتلقي لديه من الوعي ومن العلم ان والتثقيف ان هو يقدر يميز بين الغث وبين السمين. يعني معنى كده حضرتك ان القنوات المضلله اللي بتلعب في العقول لما بتوصل معلومه او بتوصل عباره مخطوطه خاطئه عفوا، وقتها العباره دي بتوصل اسرع للمواطن، ولا وقتها المواطن بيجري على الاعلام الرسمي بتاعنا والمواقع الرسميه ويفتحها؟ انا بشوف ان هم بيوصلوا المعلومه بسرعه، احنا بيبقى عندنا بطء شويه في توصيل المعلومه. انا عندك حق، اتفضل. الكلام ده كان عندنا كتير قوي، وانا شخصيا واجهته في وقت من الاوقات ايام الارهاب. تمام. ان كان بيجي يمكن مره في حادثه مشهوره حصلت معايا مع قناه كبيره جدا ومشهوره هنا داخل مدينه الانتاج الاعلامي، ان بداوا بنذيع الخبر في سيناء في حدث معين اشتباك،
كل واحد أزاعوا كمية قتلى وجرحى شهداء يعني من عندنا بالعشرات، وكل واحد يقول لك هنا اشتباك وهنا اشتباك وهنا اشتباك، كل الكلام ده. وأنا حتى رديت على المذيعة، وقت كانت عملت مداخلة معايا وأنا كنت في البيت، قلت لها قلت لهم اللي بيحصل ده بنفس كده ده تهريج، احنا ننتظر لحد ما يتم وقف اطلاق النار، لان اثناء الحركه في نيران شغاله ما فيش واحد يقدر يقول انا مين اللي استشهد ومين اللي باقي. واللي بيتكلم الكلام ده ممكن يكون ايه، انت بتجيب من مصدر، بيقول مصادرنا كلهم شايفين حدث واحد، شايفين اطلاق نار هنا، فده بيقول شفت اطلاق نار، وده شفت وده شفت، روح ضربهم في 10 وراح مدي النتائج دي، ده خطا، هم كلهم شايفين حاجه واحده. ففي النهايه انا لما باخد من متحدث رسمي واحد عرفت ان ده حاجه واحده لحدث واحد. وحتى الكلام ده المذيعين وكله ليه احنا عايزين نسابقه، قلت لهم مش هيضركم حاجه لو انتم انتظرتوا لحد ما ناخد المعلومه الصحيحه، انما سابقه وتقول لي معلومه خطا وهترد يثبت بعد كده. اللي حصل ان رئيس القناه اتصل بالمذيع على الهواء وقال له الكلام اللي بيقوله اللواء نصر لو سمحت اعمليه، ما فيش اذاعه الا بعد ما يطلع المتحدث العسكري يذيع، وطلع الحقائق دي تمام. يعني كان بيقول لك في 70 شهيد وفي مش عارف 10 مواقع مشتبكه، ما طلعناش فيها يمكن 2 شهداء، ده حقيقي. وبعدين ما تقدريش انت تخبي الشهيد، وطلع فعلا زي ما عرفنا ان الناس كلها ايه، في واحد متحدث موجود مندوب اذاعه اتصل بمين، اتصل برئيس مدينه رفح في الوقت ده، قال له اديني المعلومه مش عارف ايه، قال له انا موجود في القاهره، قال له طب اديني كام شيخ من اللي هناك، اداله كام تليفون الراجل على حسن نيه. فهو كل ما اتصل بواحد يقول له فهو راح زيع كل دول، وكل شيخ يكلمه من حته يقوم هو يقول، وراح مدي والكلام ده المعلومه، انا بقول معلومه صحيحه. وبالتالي بنقول ايه، احنا كل اللي احنا مسؤولين عنه ان احنا نوجه ما بين اول ندي طيب المعلومه الصحيحه عشان ما حدش يغلط. بمناسبه التوجيه استاذ ايمن، الهيئه الوطنيه للاعلام ايه اللي قدمته وايه اللي ممكن تقدمه؟ قبل ما اتكلم على دور ماسبيرو انا عايز اتكلم على لازم نفرق بين حاجتين. اتفضل. مصر بتاخد حرب دروس الان، احنا في 56 67 73 كان العدو هو عدو واحد طبعا. خلينا نتكلم دلوقتي ان احنا بناخد حرب، لازم كل مواطن يبقى عارف ان مصر بتاخد حرب على كل المستويات، مستوى فكري وثقافي وتنموي. تتكلمي على دول بتخطط عشان تهدم الدوله المصريه، انت بتتكلمي على الدفاع عن الدوله، الدفاع عن حدود الدوله، المصالح العليا للدوله. لو حضرتك بتتكلمي عن المواطن كمان بالظبط، احنا بنتكلم دلوقتي ان الاعلام المصري هو خط الدفاع الاول، واحنا بنتكلم بما اننا بنستمد من ابطال اكتوبر روح اكتوبر. عندما خطط الرئيس الراحل محمد انور السادات مع قيادات حرب اكتوبر المشير احمد اسماعيل والجامسي وسعد الدين الشاذلي ومبارك، كل طبعا القيادات في غرفه العمليات مع ابطالنا، كان هناك مواجهه اعلاميه لتضليل العدو الاسرائيلي. خلي بال حضرتك، كان جنبا الى جنب مع الخطه العسكريه جرانيت ومع الاستعدادات للانتصار على الاسرائيليين، كان هناك خطه خداع استراتيجي اعلاميه. ده جزء من نجاح قوات المسلحه في 73، كان دور الاعلام. احنا دلوقتي بنتكلم على دفاع المصالح الدوله، بتتكلم على ابراز النجاحات، لان الحقيقه خلينا نتفق مع بعض، المواطن بقى ذكي وهم بقى دمهم تقيل وكذابين، وهدفهم هم بياخدوا المليارات وبياخدوا ملايين مش عشان مصر، هما بياخدوا الملايين عشان يحرضوا الناس ويقلبوا الناس. وزي ما سياده اللواء بيتكلم، ده في اطار حروب الجيل الرابع، يشككك في باباكي، يهدم الرموز، يكرهك في بلدك. البلد محتاجه الناس الوطنيه، تحطيم معنويه المواطن. يعني انا هقول لك على حاجه، بما اننا بنتكلم على ماسبيرو، اتفضل، مين فينا ما كانش بيتفرج على برنامج جوله الكاميرا؟ مين ما كانش بيتفرج على كلمتين وبس؟ خلينا نصحى الصبح كده بس نفتح صباح الخير يا مصر عشان نتكلم، نقول ان دور الاعلام الرسمي، الاعلام الشعب، خلينا نقول اعلام الشعب، هدفه ازاي ترفعي حاله الانتماء وازاي نستعيد الثقه. يا خليني هقول لك على حاله صغيره، بما انك بتتكلم على القوى الناعمه المصريه، اتفضل. في بعض المسلسلات لو اتعادت للمره المئة بعد المئة، كنت لسه يعني هقول لحضرتك الحلميه عندما في بدايه التسعينات الحلقه الاخيره من نور قطع، يمكن سياده اللواء يبقى شاهد على الموضوع ده، الناس طلبت بعتت جوابات، ما كانش في بقى واتساب ولا فيسبوك، بعتت للاذاعه والتلفزيون، اتحاد الاذاعه والتلفزيون، من فضلكم عيدوا الحلقه. اما انت عملت رافة الهجان، قطاع الانتاج في التلفزيون المصري عمل رافة الهجان، شوف احنا المسلسل الاخير اللي هو بتاع منسي او فيلم الممر، انت اعدت مره اخرى الانتماء. خلي بال حضرتك، الشباب بخير، الدكتور عبله الكحلاوي لها مقوله شهيره جدا، الحب عدوى ليها. الحب عدوى والنجاح عدوى والامل عدوى. دور وسائل الاعلام تربط المواطن بجيشه. شوف انت الشؤون المعنويه ما بتعمل لنا اغنيه وطنيه،
فين الاغنيه الوطنيه اللي بتخلي الانسان قاعد؟ احنا دلوقتي من امبارح سامعين بسم الله الله، شوف انت شعورك عامل ازاي. انا بنتي شوفي وانا على الربابه. بصي بقى 67 73 انت عرفتي اراده المواطن المصري اللي حول الانكسار الى انتصار من خلال انت كنت بتعملي الاغنيه الوطنيه بتتكتب وبتتلحن وبتتغنى في 5 دقائق ولا في 10 دقائق ولا في يومين ولا في 14 تطوعا. شوفي دور ام كلثوم لو بتتكلم على القوى الناعمه. ام كلثوم اما راحت باريس ووقعت وكانت بتتبرع للمجهود الحربي، ده دور الاعلام يبرز الناس الوطنيين. انا بقى هاخدك بقى في نقطه ثانيه خالص وبتتكلمي على مقدم البرامج. لا هنقف بقى واقول لحضرتك احنا عايزين ناس مبدعين وعايزين ناس عندهم مصداقيه، واحنا محتاجين جيل جديد من الاعلاميين عندهم القدره على التاثير، القدره على الاقناع، القدره على الوصول للشباب، لان الحقيقه المعطيات والمعادلات والاستراتيجيات الاعلاميه اتغيرت. دلوقتي بقى اللي بيربي واللي بيعلم بقى الموبايل، وان ما كانش الانسان قادر على مهارات معينه وعلى قدرات معينه في تحديات كبيره. لكن احنا دلوقتي في المعركه مش عايزين نتكلم، احنا يس اور نو، احنا يا مع يا ضد، احنا مع الدوله قلبا وقالبا، مع الاعلام قلبا وقالبا. خلي بال حضرتك الدوله بتنجح، واللي اتعمل في 7 سنوات ما اتعملش في، يعني طبعا مع احترامي الكامل لكل رؤساء مصر، العظيم الراحل حبيب الملايين جمال عبد الناصر، الثعلب انور السادات، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لكن الدوله بتتغير، الدوله بتتقدم، كل واحد وطني وهو ماشي على الكباري وهو رايح المحافظات شوفي بيبص للطرق ازاي، خش المستشفيات، خش اي مكان، الدوله بتتغير. لكن دور الاعلام ان هو يتصدى لكل المخططات، لكل المؤامرات. وخلي بال حضرتك في ناس بينا بتحاول تشكك المواطن البسيط. احنا عندنا تحديين استاذه هدير. التحدي الاولاني احنا عندنا ازمه في الاميه. التحدي الثاني اسمه فقر. انت ما بتجيبي واحد مثقف وعنده وعي مش هخاف، لان في مناعه، اذا الطفل الصغير او الانسان اللي عنده مناعه كويسه بيقدر يتصدى للاوبئه والامراض. احنا بنتكلم في كورونا كنا بنقول للناس اللي عنده مناعه ما يطلعش، صح ولا لا؟ صح. انت محتاجه دلوقتي تدي جرعه وتدي حماس وتدي امل للبسطاء. دور الاعلام يبرز من العظماء امثال اللواء نصر سالم، يقول الراجل ده عمل ايه. اما احكي لك انا تشرفت اجريت معاه حوار 120 يوم خلف العدو، الراجل وهو بيقول لي انا كنت باكل ايه وبشرب ايه، ده للشباب يعرفوه. ازاي ان البلد دي في شهداء بتموت من الجيش والشرطه عشان نعيش، ازاي ان واحنا نايمين بالليل ناس واجهزه في الدوله سهرانين 24 ساعه، هدفهم ايه؟ هدفهم مصر، حمايه البلد. في المساجد ناس واقفه قدام، في ناس قاعده ورا بتدعي عشان مصر. ده دور الاعلام يبرز النجاحات، يطلع القامات الكبيره، يطلع الناس المحترمه. لكن على الاستراتيجيه الاعلاميه واختيار الاكفاء والمبدعين هتكلم معاكي فيها، لكن مش في وقت مصر بتحارب فيها، لان الحقيقه هي يعني احنا في معركه بقاء. طيب وفي عدد من الدول لا تريد الخير لمصر. الشعب المصري اعلامه لازم يبرز النجاحات، الجيش المصري لازم نبقى خلفه، الشرطه المصريه، وبالتالي بعد فتره في القريب العاجل هنقعد مع حضرتك ونقول لك ماذا يجب لتغيير الصوره الذهنيه للاعلام لدى المواطن. طيب خليني اقول لحضرتك يعني قبل ما ننتقل لسياده اللواء، ايه اللي نقدر نعمله لصالح المواطن بحيث ان احنا نعمل تصالح بين المواطن وكسب الثقه بينه وبين الاعلام؟ هدي لحضرتك او لحضراتكم مثال. إيه انا كدوله او كاعلام دولي رسمي بقول للمواطنين كلهم حضراتكم بعد كده احنا هنعمل قرار بالغاء ركوب السيارات. انا كمواطنه هقول حاضر السمع والطاعه، بس محتاجه افهم هو انا ليه مش هركب السيارات؟ عايزه رد مقنع من الحكومه يقنعني انا ليه مش هركب، علشان مثلا الحكومه تقول لك اصل ركوب السيارات هيجيب مثلا، يعني عذرا في كلامي، هيجيب كورونا. لا انا عايزه الحكومه تطلع تقول لي انتوا مش هتركبوا السيارات علشان في 1 2 3. ايه اللي اقدر اقنعه، يعني اقتنع ازاي من الحكومه او من الاعلام الرسمي؟ ازاي اتصالح مع حضراتكم واقول انا بسمع الاعلام الوطني، انا في ظهر اعلامي الوطني، انا ضد اي شائعات؟ ايه اللي ممكن حضرتك يعني تخيلي لو انا جبت، وانت بمناسبه ان احنا في قناه الصحه والجمال، واحد عادي مذيع عادي وطالع يتكلم عن اعراض مرض والعلاج بتاعه ايه، وفي المقابل قناه تانية راحت جايبه مذيع وجاب استاذ متخصص في هذا المرض وابتدى يتكلم، مين اللي هيبقى اكثر اقناعا؟ احنا للاسف ودي المهنيه اللي احنا بنفتقدها في بعض الاوقات، ان مذيع التوك شو بقى هو العالم بكل شيء، بيكتبوا له الكلمتين يطلع خلاص هو قاريهم
وطلع يتكلم بيفتي في كل شيء. طب ما تجيب لي متخصص، انت بتتكلم في السياسه في مشكله معينه، هات راجل يكلمك، وما اكثرهم. في الصحه هات حد طبيب او استاذ من المختص في هذا المجال او في هذا المرض. في الامن، في اي مجال من المجالات نجيب المتخصصين يتكلموا، هتجدي انت الاقرب الى الاقناع. انما العمليه مش ان مذيع التوك شو واخد الساعتين ثلاثه وعمال يقول اي حاجه، وشفنا ناس بتهدم قيم، بتهدم قيم والقناه مش واخده بالها. زي احد المذيعين اللي طلع يقول لك احنا نعطل العمل بالايه دي، ربنا بيقول وللذكر مثل حظ الانثيين، لا احنا هنصلي بيها ونقراها في القران انما ما ننفذهاش، نعطلها. ده انت لو قلت اعطل بند في القانون هتلاقي النيابة بعتت لك تاني يوم واتحاكمت ودخلت السجن. وده كلام ربنا وقاعد ورئيس القناة ولا هو هنا، او صاحب القناة ولا هو هنا. يبقى هنا دور الاعلام يا فندم في توجيه أيوة القنوات الخاصة. مش انا مش اوجه، ما انا ايه انت دلوقتي كل وقت من عندي ديت الحمد لله بلاقيها في اعلام الدولة في ماسبيرو، ما بلاقيش حد بيتكلم. والاعلام الخاص يا فندم، افندم والاعلام الخاص، وانا الاعلام الخاص عايزين بقى الاعلام الخاص كمان. انا ما شوفي في المذيع مثلا اللي كان بيتكلم وبيقول لك نعمل كام، شوفي لي نسبه المشاهده بتاعته قد ايه، لا تذكر. شوفي قناه تانية محترمه بتجيب متخصصين يتكلموا، شوفي نسب المشاهده. ما هو ليس مع الايه مع العين فين. فده ادي هو كل ده اللي بيوصل، نجح قدر يجيب الناس بانه بيجيب المتخصصين يتكلموا في المجال بتاعهم، هسمعوا لان انا كمتلقي عايز استفيد. مش هقعد واحد عامل زي الاراجوز عمال يتنطط لي في القناه ويقول اي كلام وفي الاخر لا، ده انا بعد كده على طول بروح مغير على قناه تانية. اديني معليك سبب لهدم ثقه المواطن، ثقه المواطن في الاعلام بتاعنا، اديني سبب. لا احنا ما عندناش نقول الهدم، مش للدرجه دي. لا انما النفسيه، لا 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 لا, لا هو ما هي الفكره ايه ليك حق تصحيح. دي بضاعه انا اللي بروج ليها القناه. الحمد لله كل القنوات اللي عندنا قنوات عايزه ربح مش غير قابله للربح. تمام. فبالتالي بقدر تقديمك للمعلومه الصحيحه بقدر ما هتلاقي متلقين وجمهور ليك. انا دلوقتي مش عايز يعني نقول ايه كل حاجه، انا عايز الدوله لا، او الحكومه هي اللي تعمل. احنا بنعمل ايه؟ حتى وزير الدوله، وزير الاعلام وزير دوله بلا حقيبه، يعني مش ما عندوش اليات وادوات و مع ان احنا انا كنت اتمنى انه يبقى وزير زيه زي اي وزاره، بوزاره كامله تمتلك كل الاليات ويقعد ويوجه ويعمل ويتكلم، انما مش مجرد ايه وزير دوله. لا ده دور احنا عايزينه، وخاصه ان الحرب الضروس اللي شغاله دلوقتي حرب اعلام. وده يمكن احنا عندنا عملنا اكثر من دراسه، انا كنت واحد من الناس واوصينا ان عايزين وزير اعلام رجعوا، بس رجع للاسف وزير دوله لا حول له ولا قوه الا انه يقعد ايه يقول تصريح. لا انا عايزه وزير اعلام بآلياته، بالتثقيف، بالتعليم، بالقنوات، بالتعليمات، بالقرارات بتاعته اللي تطلع لصالح الشعب، لان هو بيدافع عن الشعب او مسؤول عن اعلام الشعب. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب خليني اخد من كلام حضرتك الاستاذ ايمن، القنوات الخاصه دورنا كاعلاميين. انا شخصيا في كليه اعلام اتعلمت او اخذت من اساتذتي بعض المهنيه على قدي، ان انا اقعد واتكلم بمصداقيه مش مجرد شعارات وكلام من ده. القطاع الخاص او القنوات الخاصه اللي حضرتك من شويه ذكرت ان هي في النهايه مدبوعه للدوله، ما فيش شك في كلام حضرتك ده اكيد. طيب لما سيادة اللواء ناقشني دلوقتي وقال لي ان في بعض المذيعين، احنا بنتكلم دلوقتي على جهه اعلاميه بمناسبه الحلقه، لان المشاهد او اللي بيشوفنا او المواطن عايز ياخد الثقه من الاعلاميين، من هنا من ماسبيرو من اي قناه موجوده تحت سياده الدوله. دور الاعلام في تنقيه او تقنيه الاعلاميين فين؟ هو في ثلاث نقاط في هذه المساله. خلينا نتكلم الاول على المعايير المهنيه لمصداقيه المذيع. يعني مثلا هقول لساعتك، انا اسفه طبعا قطع كلامك بس هقولها بصيغه افضل، يعني ازاي نقدم اعلام مهني حقيقي وطني بس. طيب النقطه الاولانيه لو كلمنا بصراحه، اولا ماسبيرو زي ما سيادتي اللي هو بيتكلم لا يوجد اخطاء. ماسبيرو هدفه مش الربح، ماسبيرو هدفه التنوير، التثقيف، التوعيه. ماسبيرو هدفه اكتشاف المبدعين. احنا بنتكلم على نجوم، يعني مثال صغير، احنا بنتكلم على ملكه الكلام امال فهمي. امال فهمي من خلال برنامج على النصر كانت بتكتشف
كل المبدعين وكل المتميزين، وكانت تخاطب الجهات من خلال التأثير بتاع برنامجها على الناصية، وكان من يعني مكان من يتم استضافته في برنامج على الناصية أصبح نجما من نجوم المجتمع. ده دور ماسبير، وكان طاهر أبو زيد بيعمل جرب حظك، وكانت برامج بقى سياسية ثقافية. ده دور ومازال ماسبيرو ماسبيرو مازال. تاني بطمنك بخير، ماسبيرو هو الأمن القومي المصري، ماسبيرو مازال المصدر الأول للمعلومة. يعني خلينا في ثوابت، احنا بنتكلم على ثوابت لا يجب ان نقش فيه. يعني ثوابت بمعنى ايه؟ بالمعلومات وبالأرقام وبالإحصائيات، واحنا شوية متخصصين. ماسبيرو هو الأمن القومي المصري، عندما ينور ماسبيرو، ماسبيرو ما بينور الدنيا كلها بتنور. وعايز اقول لك على حاجة، احنا في القناة في الصحة والجمال لو اتكلمنا كام واحد من ماسبيرو هتلاقي مش اقل من النصف من الفنيين من المهنيين، لان ماسبيرو هو ده منارة الثقافة والعلوم في مصر. فاحنا لازم نستبعد ماسبيرو من المعادلة دي خالص، لان ماسبيرو يمرض ولا يموت. ماسبيرو هو من بيصدر المبدعين، عنده مناعة طبعا. احنا بنقول ايه درجة الكمال؟ زي ما اصابت مؤسسات الدولة كلها فوضى بعد 2011 ست اللواء، هناك يعني بنقول زمايلنا الموظفين، بنتكلم على مرتبات، بنتكلم على مهايا، انت بتتكلم على عدد كبير من المبدعين داخل ماسبيرو. ولكن في اضعف حالات ماسبيرو هو رقم واحد، وفي احسن حالات ماسبيرو مدينة الإنتاج الإعلامي بتنور، لأن الحقيقة المضخة الرسمية لتصدير المبدعين في مصر من الفنيين وزمايلنا المعدين ومديري الإنتاج والفنيين هم من ماسبيرو. فماسبيرو يعني دائما نتحدث أنه يتراجع لكنه لا يموت. يعني بنتكلم روحي تسد لأي تضليل وإشاعات. أي دولة في العالم، وست اللي هو معي، أي دولة بيتم احتلالها بيحتلوا الإذاعة والتلفزيون، عشان تبقى عارف. في 52 أول بيان طلع من الشريفين كان بصوت الرئيس الراحل محمد انور السادات، لان الحقيقه انت بتتكلمي ده صوت مصر، وصوت مصر دايما يبقى منور. مصر الجميله العريقه صاحبه الحضارات، احنا عندنا 4 نوبل، احنا بنتشرف ان احنا حولنا الانكسار الى انتصار. انت بتتكلمي اكلمك على القوى الناعمه ولا اكلمك على ايه؟ وبالتالي ماسبيرو خط احمر. ماسبيرو احنا في اطار التحديات، احنا عايزين يتحسن، نديله امكانيات، لكن افضل مذيع في الوطن العربي هم مذيع التلفزيون المصري، افضل معدين. ليه بقى؟ لان انت بتخشي ماسبيرو بتتعلمي، بتتعلمي مش وين وين، لا انت بتتعلمي عشان دور مؤسسات الدوله انها تعد جيلا جديدا، جيل ورا جيل، يبقى قادر على مواجهه التحديات. وبالتالي ماسبيرو احنا نستبعده خالص من فكره. انا مع حضرتك ان احنا زمان كانت القناه الاولى والثانيه والثالثه، يعني سياده اللواء يكلمنا على فكره ليه المذيع كان نجم في الثمانينات والتسعينات، وليه ما كان مسلسل لكن دلوقتي انت بتتكلمي ثوره في المعلومات، ثورة في السوشيال ميديا، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين بتتكلمي على التجاوزات. انا طبعا حضرتك بما اني عضو يعني مجلس ادارة نقابة الاعلاميين، لن يستطيع احد في مدينة الانتاج الاعلامي ان يتجاوز في حدود الامن القومي، ان يبث شائعات. الحمد لله نطمن احنا يعني القنوات الخاصة ملتزمة بميثاق الشرف الاعلامي، لان الحقيقة النقابة الان تحاسب وتعطي الـ يعني من يجيد انها تقف بجواره. دور النقابة الاعلاميين قانون 93 لسنه 2016 انه اولا لا يجوز الظهور على الشاشات الا بتصريح او بعضويه نقابه الاعلاميين. انت دلوقتي عشان تطبقي القانون انت بتتكلمي دلوقتي على كيف يمكن ان يكون الاعلامي مهنه. احنا في فتره 2011 2014 15 كان اي حد بيطلع، وزي ما الست اللي هو كان بيتكلم، هاد مرموز، بث شائعات، حد يتكلم في الامن القومي، مذيعه تشتم في المغرب تعمل لنا مشكله، مذيعه تشتم في السودان تعمل لنا مشكله. من كان يدفع ثمن اخطاء بعض المذيعين الذين تحولوا من مذيع يقدم نشره الاخبار، او زي ما الست اللي هو بيتكلم بيقدم فقره، لا هو بقى محلل سياسي وبقى خبير استراتيجي، وبيستضيف مين كمان بقى؟ الخبراء اللي هم اصلا مش خبراء، سفراء النوايا الحسنه اللي هم نصابين، والمستشارين اللي واخدين كارنيهات ب 200 300 جنيه بقى مستشارين. يبقى بقت مشكله كبيره ان المذيع عايز يبقى زعيم في فتره كانت فيها فوضى، وبيستضيف بعض الشخصيات المهزوزه الفاشله في بعض وسائل الاعلام. دور الاعلام زي ما قلت لحضرتك تنقلي عدوه النجاح، ازاي نجيب واحد ناجح مكافح؟ احنا نفتكر فيلم النمر الاسود بتاع العظيم بشير الديك، ازاي محمد حسن ده شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، ازاي اغنيه تتقدم، ازاي احمد مظهر بيقول له ده مصر، ازاي تنقلي ده؟ شوفي كم واحد شاف محمد صلاح في ليفربول، سيبك من ماتش امبارح ده اكسبشن يعني. انت بتتكلمي على نقل العدوى. عشان كده نقول للولاد كبار الابهات ما تقولش لابنك انت فاشل. صحيح. انا لسه امبارح بكلم والدي قلت له قول لي محمد اجتهد انت كويس جاب مجموع، ادي امل الاعلام، يدي امل، يدي نجاح، فشل بيدي يطلع العظماء امثال اللي هو نصر سالم، يطلع العظماء المكافحين. مصر فيها ناس مكافحه،
مصر فيها ناس محترمة، وبالتالي ده دور نقابة الإعلاميين حفاظ على نقابة المهنة. يبقى أولا ممنوع ظهور أي إعلامي داخل الاستوديوهات في الإذاعة أو التلفزيون أو قنوات خاصة أو محطات الإذاعة إلا بتصريح. ومن المادة واحد في القانون 180 لسنة 2018 لا ينطبق كلمة إعلامي إلا كل من يحصل على كرنيه أو تصريح. يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين، أنا مش هسيب، عفوا، أنا مش هسيب حضرتك تضري في الأمن القومي وتجيبي سيار الناس وتقعدي تفتف، لا، هنتصدى لأن الدول تتقدم بالقانون. النقطة الثالثة بقى مصداقية بعض الإعلاميين، أنا مع حضرتك بقى. طيب. نقف نتكلم أن هناك البعض يعني استنفذ رصيده من الكذب ومن الخداع، ولكن مصر لا تحمي فاسد ومصر لا تحمي يعني مستفيد. الفترة المقبلة ستشهد ثورة في المجال الإعلامي وستجدي جيلا جديدا من الإعلاميين يحافظوا على الدولة المصرية. تمام يا فندم، أستاذن حضرتك ومشاهدينا بس الفاصل السريع وعودة لحضرتكم مرة تانية. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا، وخلوني يعني في عجالة سريعة كده مع سيادة اللواء نصر، خليني أسأل حضرتك سؤال بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة والذكرى 47. إزاي المواطن، إزاي المصري البسيط الأصيل يستعيد روح حرب أكتوبر المجيدة؟ شوفي، حرب أكتوبر حاجتين اتنين، لو كل إنسان خدهم قدامه دليل كده زي القطر ما بيمشي على قضبين، حطهم قدامه لن يسمع أو لن يرى الفشل في حياته. رقم واحد، حرب أكتوبر ولدت من رحم هزيمة نكراء لم تراها مصر على الإطلاق، لأنها لم تكن تستحقها، لأن الجيش خد أوامر بانسحاب قبل ما يشوف العدو، حصلتش. أسود يوم مر بك يا مصر كان اليوم 9 و10 يونيو 67. القائد العام جمال عبد الناصر استقال، والوزارة استقالت، والجيش رجع. صاحب الفضل هو الشعب الذي لم ييأس وامتلك إرادته، رجع القائد ولملم الجيش وقال له هنحارب، هنجوع، هنربط على الطن، إنما هنحارب، مش هنفقد إرادتنا. يبقى رقم واحد ألا يتسرب إلينا اليأس في أسهل في أحلك الظروف، وأن نمتلك إرادتنا وثقتنا في الله سبحانه وتعالى وفي أنفسنا، وإن لن يكون لك إلا ما قدره الله، ما تخافش، ما تجزعش. ده رقم واحد. رقم اتنين، الآية الكريمة لرب العزة سبحانه وتعالى في إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. كلمة ما استطعتم دي حطوا تحت الميم دي، ما استطعتم دي مليون خط. يعني زي ما بقول دايما، لو أنا أقدر أمشي المسافة من هنا 10 كيلو، أقصى طاقة عندي 5 كيلو وصلت لها ومت، ربنا هيلاقيني كده راح شايلني ومشيني 10 كيلو، 5 الباقي التقيل، ده حقيقي. لو أنا أقدر أعمل 9 وعملت 7 مش هيكمل لي الثلاثة دول، لأن أنا إيه كسلت، يعني ما عملتش أقصى، لا أقصى حاجة لما خلاص وأنا كنت بدي مثل دايما، أنا كنت وأنا من زمان وأنا لسه ضابط صغير كنت منتسب في كلية الحقوق، فكان عندي شغل ما بلحقش، مش قادر أذاكر. فأنا فاكر ليلة رجعت وفاضل عندي امتحان بكرة، وفي مادة كان اسمها قانون دستوري، كتاب قد كده، فأنا ماسك كتاب وزوجتي قاعدة جنبي عمال بفتح في الورق بتاعها، قلت لي أنت تعمل إيه ده؟ قلت ده الكتاب اللي انت هتمتحن فيه. قلت لها بكره. اذا انت لسه بتمتحن فيه ازاي؟ طب خلاص نام بقى، خلاص ما انت مش هتلحق تذاكر. قلت لها ما استطعتم، والله انا فاكر الكلمه دي. ايه رايك بقى انا نزلت تاني يوم وانا الصفحتين اللي قريتهم هم اللي جه فيهم سؤالين ونجحت في هذه الماده. هو طول عمره محظوظ على فكره. ما هو الحظ ايه؟ لا خلي بالك حضرتك، ما استطعتم، انا اصريت. المحاولة. يعني تقول لي نام، انت خلاص انت مش قادر تفتح. الاصرار الاصرار دي صفه المصري. ما استطعتم، يوم يشاء ربنا ان الحتتين اللي قريتهم هم اللي يجي فيهم السؤالين اجاوبهم انجح. محظوظ دي بنقول ايه؟ لبقى دي النصيحه بقى لكل مواطن. أيوة. ولكل مصر اهو، اولا لا تفقد ارادتك، اوعى تيأس مهما حكى من رحمه ربنا. نمره اتنين، باستمرار اعمل ما تستطيعه، اعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيكمل لك اللي انت مش قادر. ونعم بالله. اخرج لحضرتك بسؤال اخير في الحلقه، عشان بجد يعني الكلام معاك وما بيخلصش بصراحه، ولكن النيو ميديا، الفيسبوك، السوشيال ميديا، عايز تعقيب على حضرتك على العبارة البسيطة دي. التوعية طبعا، والأب يعلم تاني، يعني ما زلنا حتى الآن يعني كل واحد عنده أب، كل واحد عنده أم، يعني لازم يحافظ عليها.
لان الحقيقه اكتر ناس بتحب الانسان الاب. احنا تربينا كويس الحمد لله وتعلمنا العيب والغلط، ودي جارتك وده جارك وده مصري مش مسلم ولا مسيحي. الانسان عندما يكون في بدايته عنده اب مهتم بيه وبيعلمه، الاسر انا بشوف دلوقتي خليكي في المول كده او في اي مكان، شوف الاطفال الصغيرين اللي هم 6 سنين و7 سنين كله قاعد، تلاقيه قاعد في الريسبشن او قاعد جوه بيلعب في الموبايل. خلي بالك لان عندنا تحدي اسمه الامراض النفسيه، وعندنا تحدي اسمه اللعب في العقول، وعندنا تحدي الاطفال الصغيرين هم دول الخطر الحقيقي، عشان انت بتكوني لبنه من الفكر ومن الثقافه، ازاي انت تزرعي جواه الانتماء. انا اعتقد ان في حاجه اسمها نرجع تاني نغرس جوا الاطفال ان انت جواك بيكاسو الرسام او بيتهوفن الفنان او مو صلاح لاعب الكوره، وكل اب يعلم ابنه يبقى له قدوه، انت عايز تبقى زي مين، ويخليه يبقى مرتبط بشيخ، بلاعب كوره، بفنان، اللي يلاقي ابنه بيجتهد بيعمل حاجه يشجعه. لان النيو ميديا دلوقتي خلي بالك هي اللي بتربي، وكم من الاب بيربي والمدرسه بتعلم وفي الاخر يجيلك فيديو دقيقه على الموبايل بتفسد جيل. والحقيقه احنا بنقول للناس اللي بيتداولوا بعض المقاطع الخارجه او بعض يعني بعض الكوميكس اللي بتتريق على الشخصيات، اتقوا الله في مصر، لان مصر بلد الاولياء، وبلد ادخلوا مصر ان شاء الله امينين، البلد الوحيده التي ذكرت في القران 5 مرات صراحه والعديد من المرات بين تلميح وبين يعني الحقيقه اشاره. لازم نخاف على البلد، لان اللي يحمي البلد اولا ابنائها، اللي يحمي البلد المخلصين. زي ما قلت لحضرتك اقفي بره قدام مدينه الانتاج وقولي لاي حد انا محتاج البدله بتاعتك او الجلابيه بتاعتك او الهدمه بتاعتك. الناس كلها نشوف المشهد بعد 67 كما تكرر في 2015، واحنا بنفتتح بنحفر القناه الجديده. المصري محتاج اللي يخبط عليه، المصري محتاج اللي يحجز الهمم، محتاج اما نلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض نقول له سلك اتبرع، اعمل يبقى الحماس والانتماء والتوعيه. والاهم يبقى عندنا ضمير، لان لا تبنى البلد الا بالتربيه الصحيحه والعلم والاجتهاد. طيب دورنا كده كاعلاميين ان نوجه الاب والام في البيت، مفيش مشكله ابدا من توجيههم طالما هم هيكونوا القدوه لاولادهم. وزي ما حضرتك قلت يعني احنا هنقول شوف مين قدوتك وامشي معاه، ونصدر النماذج الناجحه في الاعلام. يعني برضو حاجه اخيره، دورك اعلاميين، دور الاعلاميين والمعيدين زمايلي، تصدير لا يظهر على الشاشات الا المبدع ومن يفيد، والنماذج الناجحه والمكافحه، لان مصر مليئه الناس المكافحه. احنا بنقلب كده بنطلع 11 لاعب، يعني اقعد في بيتي ولا اعمل ايه؟ لا لا طبعا لا، احنا محتاجين نطلع النماذج الحقيقيه المكافحه الشريفه، لان مصر 100 مليون عايزين يبقى عندنا 50 مليون من المبدعين والمتميزين. الحقيقه انا بشكر حضراتكم جدا، يعني شكر موصول لحضراتكم، يعني قيمه كبيره في وجودكم معايا النهارده. بشكر سيادة اللواء الدكتور نصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، شكرا لوجودك معايا النهاردة يا فندم. أستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك، ليا الشرف. مشاهدينا شكر موصول لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والقوات المسلحة المصرية بألف خير. احتفالات أكتوبر جميلة، افرحوا وانبسطوا، لكن لا للإشاعات لا للأكاذيب، افهموا وعرفوا ايه اللي بيتقال وايه اللي ما يتقالش وايه اللي يتصدق. شوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. شكر أخير لجيشنا الأبيض، ربنا يحفظ مصر جميعا، إلى اللقاء. ذهب يعني سمبوسة، ذهب يعني جلاش، ذهب يعني كنافة. مصنع ذهب هياكلوا صوابعهم وراء، أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات، رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج. رقاق سمبوسك ذهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل ذهب، عجينة جلاش فاخرة.